سيموت في عينك أشخاص أحياء، وستندم على أشخاص أموات. ستتبدل مقامات الناس في قلبك، وستدرك أن العبرة ليست بالكثرة، وأن خلاصة البشر الأوفياء تكمن في البقاء بجوارك أينما كنت وكيفما كنت. فلا تهب أحدا خيرك كله، لا تسرف من مشاعرك في آن واحد دفعة واحدة، ولا ترضى إلا بمن يشبهونك قلبا وقالبا، الذين يحبونك ويقبلونك هكذا بما أنت عليه، الذين يتمسكون بيدك ولو كانت أشلاء للأبد. سلام.